عليكم. انا اسم ديالي عبد الاله، الاخ الضحيه اللي توفى يوم السبت مساء اثر كريساج اللي وقع في الحومه مرابط الجهاد العوامه، اللي ادى الى وفاه الضحيه بسبب هذا الكريساج. نعم، وحاليا موجودين في محكمه الاستئناف، نشوفوا اخر التقديم شنو غيدار فيه. الجولات تشبروا شحال بهم؟ هما ثلاثه، وتشبروا بثلاثه، وتشبر حتى ديك التليفون هذاك اللي كانوا سرقوا. احكينا كيف وقع الاخ ديالك؟ كان جالس فواحد الرياض كما كان العاده، هو كيمشي للرياض يريح شويه، ويوميا كيتردد على ذيك الرياض، يعني كيستريح شويه فيه وكيلعب في التليفون ولا كيهضر مع شي واحد. اللي هذيك النهار وقع بان جا واحد العايل خطف له التليفون، مشى كيجري موراه، جا اخر كيما عاودوا الناس بان جا واحد ضربوا رجلو وطاح على صدرو، ومن بعد ناض مكمل الجريه مور هذاك، تما واحد السلك ديال الضو، ديك الحديده الضو، عاود طاح، صدق اخر طلع في شي عماره تما، هو جا الدار، كاين واحد المسافه بين الدار وديك الرياض، جا حاس براسو الحقره، ومهم تفقس كما كنقولوا حنايا بالعربيه التعرب، تفقس ما جاتلوش نورمال، بحكم انه هو عايش في الديار الاوروبيه هادي من 91، هو في الديار الاوروبيه، وجاتلو غريبه كانه وقع شي حاجه، اول مره توقع له ذاك الشيء، وبدا كيعاود لاختها اللي وقع ليها واللي وقع لي، حتى واحد 10 دقائق محادثه بين الاخت وهو كيحكي له على التفاصيل شنو وقع له، وفات له المنيه. هو ضربوه رجلو، قالوا لي ضربوه رجلو وطاح، وكانوا تابعيه بالشفاري كما كنقولوا حنايا، وتابعينه كيف طاح، عاود ناض كيجري مور اخر، اللي قالوا الناس الله اعلم، حنا ما شفناش. ومن بعد جا الدار، يعني حنايا كنقولوا تفقس بواحد العاميه، جاه كي القصه ديال الاعتداء، وتا الاعتداء بواحد الصعوبه، بواحد الحقره، ومع هو ما كيرضاش كما كنقولوا الله يرحمه. دابا حاليا كنتابعوا، يعني كنطلبوا بالمحكمه تاخذ اقصى عقوبات اللي عدلوا هاد الكريساج هذا، حيت سبق اللي قالوا راه كانوا دائما كيتعداو على الناس تما، وقعوا شكايات وما تتابعوش، وقعوا تنازلات اللي عاودوا لي الله اعلم. دابا كنطلبوا اقصى عقوبات باش يردعوا ناس اخرين. شحال العمر؟ العمر الاخ ديالي تزاد في 70، يعني 53 سنه. المطلق. نعم. سبق له عاش على برا وجا. ومن 91 حتى ابريل جنا هنا. الام في حاله لا يرثها، السكر، وكنت قالوا لي تجيب انا، قلت له لا ما نجيبهاش، ما قدرتش بوبريه، ما لا يكون في العون، لا يكون معنا والسلام، هذا الشيء ما نقول، وربي ياخذ فيهم الحق اللي كانوا السبب.